أكبر قرص كبي في تعنايل، هل يكسر الرقم القياسي؟ نتعرف على أول صانعة قرص كبي. هيام المغربي. هيام المغربي. يا هيام لو عملتي مغربية مش أزبط تقبليني. بيقبل. قديش حاطة فيه ال 200 جرام. 200 جرام لحمة ورغل. فنجان قهوة. وباتكس قديش؟ ولا مش باتكس. طيب، فإذا ناخذ لقياس جوزيف تعم معروف. إيدك من هونيك تشوف. 64 سنتيمتر. 64 سنتيمتر، وبما أنه فاضي ما عاد قرص كبي، صار طنجرة كبي. غطا ونوت أبرين. أعطينا الغطا الله يخليك، والكفكيري كمان. خلص مش مشكلة، زينه بس. أيوة زينه مع المعروف. قديه؟ 500 جرام على 64. وحياة أمي وبي مش عم بكذب عليك، الميزان مش 500. قرب حنا، بعطيك عويناتي حنا. 200 جرام زينته هي. طيب ما بداش شطارة الشغلة. 200 جرام إذن. هلأ شو زبط؟ زبط. 200 جرام على 64، اعملوا معروف أعضاء اللجنة الموقرة. نعم 3.10. بشكرك جدا، من لم يكسر الرقم القياسي، بس يمكن هلأ تاخدي نص الجائزة. صانع الكبي رقم 2 صفوان الشعار. أهلا بصفوان. من أين صفوان؟ من عيناب. من عيناب، وجاي من عيناب لهون اليوم؟ ايه صحيح. يا اهلا وسهلا فيك. زوقان عملنا بالزمان لما كنا بالجبل، عملنا قرص كبي بيطير العقل. ان شاء الله كمان يكون ان شاء الله خير. قرص كبي ظابط، هذا قرص كبي على طول ظابط. خمسة وتسعين سنتيمتر. لا شو بابلو يزير بالقلب. يا 56 سنتيمتر، والوزن 56 سنتيمتر الاستدارة. 150 جرام على 56 سنتيمتر. 150 على 56 بعتقد قرب يزكزك الرقم القياسي. 2.6. بينما الرقم القياسي 2.33. ها قلني لك قربت تزكزك وتقبرني. أهلا وسهلا فيك. المشتركة الأخيرة، الاسم الكريم؟ أميني جراح. أميني؟ جراح. أهلا وسهلا بأميني. منين يا ست أميني؟ من المرج. من المرج. أهلا وسهلا فيكي. لكي كبة البقاع مشهورة، كبة زحلوية، كبة مشغرانية، كبة بعلبكية، كله تمام. بس كبة نعمل هلأ تنزين وتن هيدي بتنشال معنا حنا. معلش لا الطبقة الأخيرة معنا. أيوة يلا زبطوا أموركم يا شباب. هي البرية مشكلة لما بيكون في لحمي أو كبي أو ما شابه ذلك. لا مزبوط. هيك 109 140 140 سنتيمتر الاستدارة، 140 سنتيمتر الوزن. انكسر الميزان بإذن الله. حطها على النص. تمام حبيبي. أيوة هذا مشروع كبي. تستمليم على الشيء هلأ. هذا بندخله بالمشروع الأخضر تقبر. 6.500 هلأ من زين الصدر زحته. 6.500 نطرح من وزنه. أيوة 1.500 يعني بيبقى 5 كيلو. 5 كيلو جرام على 140 سنتيمتر. كلفنا خاطرك. هلأ هذا فيكي لو سمحتي الكتيبة 112. كتيبة 112 بتأدي على الغداء هيدي. إذن شو طلع معك؟ 35.7. إذن لا ما بيصير نقسم نحن. ما بيصير بلكي برجع بنزين مرة تانية. مش على الزين مرة تانية. إذا في اعتراض خلي يركز على الميزان مرة. لحظة شوي خليك معي. الوزن 150 مظبوط؟ مظبوط؟ مقتنع 150؟ مظبوط؟ إذا تكون أنت صديقي العزيز المعترض راح تنضم هلأ لجورج كرم ولا منير بدوي. ضم لهم الله يخليك وتفقع لي بوسي جورج بصنديحته. هلأ نوصل لعنده ولا بيطلع لك نص الجائزة اللي هي 50,000. ألف مبروك. أهلا وسهلا فيك. صبايا بنشكركم جدا، مع أنه يعني القصة ما زبطت.